ونبدأ مع آخر مستجدات جائحة كورونا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في التوصل بحلول نهاية العام للقاح ضد كورونا الذي يواصل حصد مزيد من الأرواح في الولايات المتحدة، في وقت تحاول أجزاء أخرى من العالم استعادة مسار الحياة الطبيعية بعدما شلها الفيروس. وقال ترامب إنه متفائل بشأن الحصول على لقاح بحلول نهاية العام وربما في وقت أقرب، مؤكداً أن بلاده تحرز تقدماً مذهلاً، لكنه خفف في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي من التفاؤل، فقال إنه لا يريد أن يعتقد الناس أن كل شيء يتوقف على لقاح. يأتي هذا في وقت حضت الصين الولايات المتحدة على لقائها في منتصف الطريق وتعزيز التعاون في مكافحة الجائحة، بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بقطع العلاقات الثنائية، وكانت العلاقات تدهورت بين أكبر اقتصاديتين في العالم في الأسابيع الأخيرة مع تبادلهما انتقادات لاذعة حول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم. نتابع. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي الدكتور ياسر صابر، استشاري تكنولوجيا صناعة الدواء والصيدلة الحيوية من فيينا. أرحب بضيفي أيضا الدكتور خيرليل العميري، وكيل سابق لوزارة التعليم والبحث العلمي من تونس. أهلا بكم ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك دكتور ياسر، على ماذا استند ترامب بداية بتوقعه الحصول على لقاح قبل نهاية هذا العام؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضرتك وبالمشاهدين. أولا قبل ما نتحدث عن موضوع ترامب وتوقعاته لوجود مصل، خلينا بس نشوف الخلفية اللي حصل فيها تعيين الدكتور منصف السلاوي. كان في موجود قبل الدكتور منصف السلاوي كان في ريك برايت، وده كان معارض بشكل كبير جدا لترامب في مسألة الفلور هيدروكسيكلوروكوين، وتقريبا ترامب اللي مسيطر على، يعني عنده هاجس الآن إعادة انتخابه من جديد، فبيتدخل بشكل كبير جدا في مسائل علميه ربما ليس له فيها تمام. تبشيره الان او انه البشره اللي بيحملها انه قبل نهايه العام يكون هناك طعم او مصل لكوفيد 19، كلام طبعا سابق كثير لاوانه، لان لا توجد الان حتى في امريكا بالذات لا توجد الان اي دلائل علميه يعني تؤكد انه احنا بالفعل ممكن ننتظر هذا الشيء. في هناك امصال كثيره جدا في العالم تجرى عليها اختبارات الامصال خارج الخليه خارج الانسان بتختلف بشكل كبير جدا عنها داخل الانسان. المراحل اللي بتجري حاليا محتاج يطلع منها نتائج، محتاجه تقول لنا بالضبط احنا اين تطورنا، اين وصلنا، بعدها ممكن في حديث هل هناك امكانيه او لا. لا توجد هناك امكانيه. ربما في حلقه سابقه في برنامجكم كان في حديث احد المرضى على انه في شهر 6 سيكون في هناك مصل اللي هو بتطوره جامعه اوكسفورد جاهز. كان انا رايي في هذا الوقت لا، انه هذا مبكر جدا للكلام. تطوير الامصال واللقاحات بيحتاج وقت طويل جدا، فعلينا ان ننتظر يعني الى اين تصل الدراسات
الاكلينيكال تعزو الان على اكثر من لقاح يجرب الان في العالم، سواء في اوروبا او في امريكا او في استراليا او في الصين نفسها. طيب دكتور، فهذا نعم دكتور خليل من تونس، يعني على ماذا استند ترامب بهذه التصريحات؟ وبدأ متفائلا كثيرا في البداية ثم تراجع عن هذا التفاؤل بإيجاد لقاح مع نهاية هذا العام. شكرا، تحية لك وإلى كل السادة المشاهدين. أكيد لم يستند على التجارب السابقة، فالتجارب السابقة تشير إلى أنه لم يقع تطوير يعني لقاح يعني مصل في أقل من 4 سنوات، نظرا كما أشار الدكتور ياسر إلى أنه هناك تجارب خارج الحيوان ثم تجارب كلينيكية ثم يعني شروط تشريعية ومصادقة إلى غير ذلك. هو يمكن بطبيعة الحال لو نوفر إمكانيات مادية، والـ FDA كذلك تعهدت بإسراع كل عمليات المصادقة، ولكن هذا لن يغير في الأقرب من الواقع، واقع البحث العلمي ومتطلباته، أنه من الصعب أن نتوصل إلى لقاح نأمل ذلك في شكل سريع في وقت سريع جدا. هو اعتمد كما أشار الدكتور ياسر مرة أخرى إلى الوضع الذي تمر به، السياسي الذي تمر به الولايات المتحدة. هو وضع استثنائي نظرا لحجم الأزمة، ولكن كذلك للانتخابات الرئاسية القادمة، وتقريبا تعتمد نسب نجاح الرئيس الجالس في السابق على وضع الاقتصاد بشكل كبير. مهما كانت النجاحات في السياسة الخارجية أو في يعني المجالات الأخرى، دائما المحدد الأكبر هو وضع الاقتصاد الأمريكي خلال الانتخابات. فهو بطبيعة الحال يستحضر هذا الواقع ويستحضر الحاجة إلى إرجاع عجلة الاقتصاد نظرا لمواتر الشغل الكبيرة التي تلقت يعني مهددة، وبعضها فعلا وقع يعني خسران عدد كبير من مواطن الشغل. فهذا الهاجس هو الذي بطبيعة الحال يوجه هذه التصريحات، ولكنها على مستوى الواقع على مستوى التجربة لا تستند إلى يعني معطيات علمية، باعتبار أنه كما أشرت نيويورك تايمز في مقال أخيرا أنه لم يقع التمكن من الوصول إلى يعني فاكسين في أقل من 4 سنوات، فكيف يمكن أن نصل إلى هذا الأمر في بضع أشهر، خصوصا كما أشار الدكتور أنه ليست هناك، نعم هناك تجارب متعددة من عديد المخابر حول العالم، نحن في تونس لدينا كذلك مع الدعم له تجارب واحدة، ولكن في نهاية الأمر هذا الأمر لا يمكن الجزم واليقين بأنه يكون في أشهر، نحن نأمل ذلك، ولكن هذا سيكون استثنائي. سأعود لك دكتور خليل إذا سمحت لي. دكتور ياسر، سأعود للنقطة التي بدأت الحديث بها، تعيين الرئيس الأمريكي العالم المغربي منصف السلاوي رئيسا للجهود الحكومية لتطوير وتوزيع لقاح لفيروس كورونا. بداية، كيف اختار ترامب الرجل؟ الدكتور منصف السلاوي معروف يعني بتاريخه الحافل في موضوع اللقاحات، يعني هو اشتغل في جلاكسو سميث كلاين حوالي 30 سنه، كان مسؤول عن هو هناك عن التطوير هناك في شركه جلاكسو سميث كلاين، الشركات اللي لها باع كبير في التلقيحات في الامصال الطبيه. هو يمكن ربما من الفريق اللي طور مصل لاول مره يمكن في العالم، اللي بيقي من ال HPV اللي هو مسؤول عن سرطان عنق الرحم، واخذ ترخيص في اوروبا موجود الان بيتداول الان حاليا ويعطى للنساء او في البنات في سن الطفوله. فهو راجل في هذا المجال مشهور، يعني لا يمكن احد خبرته. ولكن كما ذكرت انا في البدايه انه كان ريك برايت هذا اللي كان قبل دكتور منصف السلاوي اختلف بشكل كبير جدا مع ترامب في موضوع الهيدروكسيكلوروكوين، لما بدا ترامب انه يبشر بهذا الدواء يعتبر هو نعم بيعتبر ان هو يعني هو المخلص للبشريه من كوفيد، وبعدين في عرضه كتير منهم وكان منهم هؤلاء، فادى الى اقالته والتعيين دكتور منصف السلاوي في مكانه. بدنا يعني محتاجين نقف
في حاجه مهمه، الدكتور منصف السلاوي مع خبرته الكبيره جدا في مجال التلقيحات، لانه الان هو سيشرف الان على هيئه تقوم الان بتطوير لقاح، حتى يعني لا يرتبط في الاذهان انه خبره الدكتور منصف السلاوي هي البكره هتجيب لنا لقاح الان للكوفيد، فالموضوع ولكن هل سيصل لتوافق مع ترامب؟ يعني كما ذكرت بان ترامب كان قد اقال الدكتور ريك برايت السابق في المنصب السابق الذي تولاه السلاوي لعدم استخدام او لرفضه استخدام الكلوروكين، هل كان كان في مؤتمر يوم الجمعه وتحدث فيه الدكتور منصف السلاوي وقال انه انا سابقى على ارائي العلميه، انا رجل علم، ويعني حتى لو أدى هذا الاختلاف مع الرئيس واختلف معه من قبل أكثر من مرة، فيعني أظن أن العلماء في هذه المسألة يتأثرون بشكل كبير جدا بالناحية العلمية والخلفية العلمية أكثر بكثير جدا من آراء السياسيين يعني. فهذا ما حدث من قبل مع فاوتشي ومع أيضا برايت، وربما ساعد أيضا مع دكتور سلاوي، يعني دع الأحداث تبين كيف ستسير الأمور، لكن الضغط الكبير موجود، ترامب موجود الآن في تحت مسألة إعادة انتخابه ويقوم بضغط في كل الاتجاهات، وهذا خطأ في الناحية العلمية، يجب أن يترك العلماء يفعلوا يعني يسيرون في تطوير الأدوية كما يجب أن ينبغي، وليس الموضوع هو خبر أن صحفي يعني محقق به اتصال أو مكتب سياسي أو غيره. أنتقل لك دكتور خليل، يعني استمعت للدكتور ياسر، يعني وأنت وكيل سابق لوزارة التعليم والبحث العلمي، عندما رفض الدكتور ريك برايت الذي كان يشغل المنصب الحالي الذي تولاه السلاوي بطلب ترامب استخدام الكلوروكين كعلاج، برأيك الآن مع قدوم المنصب السلاوي كيف سيتعامل مع الوضع وبصفتك ترأس يعني وزارة التعليم والبحث العلمي، هل يمكن القرار السياسي أن يتغلب على القرار الطبي؟ هو الوضع طريف، يعني لأنه عادة ما يستند السياسي إلى الرأي العلمي ويحترمه ويقدره ولا يخوض في مجاله، العادة أن تستند السلطة السياسية خصوصا في أمور فنية ودقيقة جدا إلى الرأي العلمي. نحن نلاحظ صراحة مشهدا غريبا بعض الشيء من سلطة سياسية تدخل في بعض الأحيان في بعض التفاصيل العلمية، تدلي بمواقف متضاربة بعض الشيء مع الحقائق العلمية ومع خبرة في مجال الصحة والطب، وكان هذا حدث عدة مرات، توجه ترامب كذلك بنصائح للمواطنين الأمريكيين في خصوص التوقي من كورونا غير متطابقة مع أحسن الممارسات ومع توصيات الإطار الصحي، مما أدى إلى كبرى وسائل الإعلام أن توصي الشعب الأمريكي بالاستماع إلى علمائه وأطبائه وليس إلى سياسيه، فهو مشهد غريب بعض الشيء واستثنائي صراحة حول العالم. من تجربتي عادة حتى بطبيعة الحال في الولايات المتحدة وفي أغلبية الدول كانت دائما ما تكون السلطة السياسية يعني تحترم وتقدر وتحيل كل هذه الأسئلة على المستوى التقني والعلمي إلى العلماء، ثم اللجان العلمية تطرح الحلول والخيارات الممكنة وتترك التقدير لربما في بعض الأمور التي تهم السياسة والميزانيات وإلى السلطة السياسية. باعتبار تأثير هذه الأزمة الكبير جدا على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، باعتبار تأثير هذه الأزمة كذلك على نتائج الانتخابات القادمة، هناك ضغط كبير جدا على الإدارة الأمريكية، ومما أدى إلى لربما الدخول في ممارسات غريبة بعض الشيء على مستوى معناتها إصدار توقعات متفائلة جدا وفي بعض الأحيان أثبتت يعني الأيام أنها غير دقيقة، ولكن يبدو أنه جانب المعنويات وجانب الانطباع لدى الرأي العام مهم لترامب، لأنه يقدمه في عديد الأحيان عن الحقائق العلمية. طيب دكتور ياسر، يعني لماذا بتنا يعني نشاهد وكأننا فعلا أمام سباق يعني حقيقة للعثور على لقاح ما بين الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا، الصين، لماذا لا يوجد هناك توحيد لهذه الجهود لمواجهة هذا الوباء؟ طبعا في نقطة جوهرية كبيرة جدا، يعني هي في يعني نقطتين، نقطة علمية ونقطة تطور مبدئية. للأسف العلم الأصلي يكون عالمي، يعني ترفع من أمامه كل الحواجز، أي فريق علمي بيشتغل في الصين
في الشرق او في الغرب او في الشمال او في الجنوب، الاصل انه يكون في تعاون حتى يخدم في النهايه العلم البشريه. سيطره الراسماليه عموما على مساله البحث العلمي حاليا وارتباطها بشكل كبير بالناحيه النفعيه هي اللي جعلت العلم الان بالفعل زي ما بقول دايما عليه، انه الابداع العلمي في الفتره الاخيره في الغرب للاسف لا يرقى المستوى اللي المفروض يكون عليه، فدي بتعمل حاجز كبير، عقبة كبيره جدا. في اخر اسبوعين 3 اسابيع بدا الموضوع لحد ما تحت وطاه كورونا ان بدات المراكز الابحاث العلميه في العالم كلها تتواصل مع بعضها تحت وطاه هذا الضغط، ان الكل مهدد الان، الكل اصبح الان يعني يعتبر ممكن يكون ضحايا لكورونا، فما فيش امام البشريه خيار غير التعاون. دي نقطه اللي هي تعتبر مبدئيه. النقطه الثانيه العلميه، كورونا في يتحدى بالفعل العلماء بشكل كبير جدا في مساله تحوره. الى الان تخرج كل يوم معلومات جديده عن كورونا، وهذا يجعل موضوع انه تحوره الجيني يجعل مساله تطوير لقاح ليه من المسائل المعقده جدا جدا من ناحيه علميه، ليست بالسهوله. يعني الان الانفلونزا الموسميه اللي بنطور لها لقاح كل 6 شهور تظهر سلالات جديده مثلا في شرق الكره الارضيه يمكن الحصول عليها، وفي خلال وقت وجيز تطوير لقاح ضد الانفلونزا الموسميه ولا تقي بنسبه 100%. اذا حدث هذا الشيء في كورونا، ان اصبحت كورونا هي وكانها كالانفلونزا الموسميه تتغير من نقطه للاخر من كل فصل الى غيره، هذا يعني معنى عمليه التطعيم اصلا ليس لها معنى. يعني سيصبح هناك تطعيم هذا الموسم ضد كورونا بشكل معين، الموسم الاخر تخرج سلالات من نوع جديد، التطعيم الاول لا يعني لن يفيد. هذا هو التحدي الحقيقي الان اللي بيقابل العلماء وليس الان السياسيين. العلماء الان يعني ربما هناك 113 بحث في العالم او مصل الان يشتغل عليه في يوم العلم في العالم، وزاره منظمه الصحه العالميه الان ربما تدعم في 83 واحد منهم، لكن هناك تحدي كبير بالفعل من ناحية علمية في مسألة تطور فيروس كورونا. كل يوم تأتي لنا الآن معلومات جديدة عنه، كل يوم بنعرف الجديد عنه، ده بيخلي المسألة تتحدث عن مصر سريعة. يعني يجب الحذر في مسألة وجود مصر كمان شهر أو لآخر العام. هذه يعني فيها تفاؤل كبير جدا يعني. طيب دكتور خليل، منظمة الصحة العالمية قالت إن الفيروس سيبقى معنا للأبد، يعني كيف تقدر هذه التصريحات؟ هي تصريحات خبراء كما أشار الدكتور ياسر، هناك تحولات، هناك واقع اليوم. الفيروس حسب ما نعلم تحول من الحيوان إلى الإنسان نظرا لتطور بشري أصبح يلامس فيه الإنسان، يعني مجالات حياة الحيوانات، يعني الإيكوسيستم بتاع الحيوانات، في سواء بعض الفيروسات في أدغال إفريقيا التي انطلقت من يعني بعض القبائل التي يعني تعيش في هذه المناطق ولها بعض العادات على مستوى الأكل وغيره. فاليوم هذا التطور الإنساني والبشري الكبير من ناحية وتأثيره على مختلف الكائنات الحية والمحيط الإيكولوجي للأرض من ناحية، والضغط الذي يتولد عن هذا. في نفس الوقت بطبيعة الحال هذا التطور الطبيعي الميوتيشنز اللي يحدث هذه التحولات يجعل من هذا التحدي تحديا في المستقبل، يعني تحديا خطيرا. والواقع أنه هناك بعض الحق المفكرين منهم مثلا بيل غيتس ومنهم هناك عديد من كتب حول هذا الموضوع، أنه طريقتنا في إدارة هذا التطور والبشري سيحدث مثل هذه الأوبئة. وأشار بعضها البعض من الخبراء منذ سنوات وعقود إلى هذا الأمر، وفعلا نحن اليوم نلامس هذا الواقع الذي واقع فيه كثير من التهديدات ويفرض علينا تحولا على مستوى طريقة يعني مناويل التنمية ومناويل الاستثمار، وكذلك شيء من ربما الترشيد للعولمة التي تحدث العالم وفرضت نسقا من التنقل لكل يعني للبشر وللبضائع بشكل رهيب جدا، مما يؤدي إلى vulnerability يعني حساسية ونقطة ضعف كبيرة في انتشار سريع لهذه الأوبئة. وصلت الفكرة دكتور خليل. الصحة العالمية تريد أن تضيف شيئا
من العقلانية إلى الخطاب السياسي نعم، باعتبار أعذرني أنه على ضيق الوقت دكتور خليل العميري، شكرا جزيلا لك، وكيل سابق لوزارة التعليم والبحث العلمي من تونس. أعود لك دكتور ياسر. في كل هذا المشهد ما زالت الولايات المتحدة تصر على أن الصين هي من تقف وراء فيروس كورونا، لماذا هذا الإصرار من قبل الصين؟ يعني من قبل الولايات المتحدة عفوا. هو نفس الموضوع، يعني نفس الفكرة. ترامب الآن يريد أن يبحث الآن عن فشله في مسألة أخرى. ترامب تفاعل مع مسألة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متأخر جدا، وهذا أيضا من يعني من الأشياء التي اختلف معه فيها فاوتشي، إن كان يجب من بداية الأزمة في شهر 2 أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإجراءات سريعة، تأخر خوفا على الخسائر الاقتصادية، يعني هو اللي حركه فيها مسألة الاقتصاد. فالآن هو مسؤول، يعني يجب أن يتحمل المسؤولية ويقول أنا مسؤول عن تأخر في التعامل مع هذه الجائحة. الآن يريد الآن أن يرمي باللوم على كل شيء، يعني يرمي باللوم على برايت، يرمي باللوم على فاوتشي، يرمي باللوم على الصين، على منظمة الصحة العالمية. فكل يوم يطلع ترامب يعني ضحية جديد يوجه له اللوم حتى يداري في النهاية على الخطأ الذي ارتكبه، وهو خطأ بالفعل فادح كبير يجب أن يسأل عنه، وهو تأخره في التعامل مع هذه الجائحة. والآن أمريكا تدفع الآن الثمن، ربما تقدم الآن أكبر عدد من الضحايا في العالم حاليا بالنسبة للأرقام الموجودة. شكرا جزيلا لك دكتور ياسر صابر، استشاري تكنولوجيا صناعة الدواء والصيدلة الحيوية من فيينا، على هذه المشاركة.